السياسات العموميه في مجال تعزيز الشراكه المغربيه الافريقيه على اثر عوده المغرب للاتحاد الافريقي لسيدات والساده النواب المحترمين من فارق الاصاله والمعاصره. فليتفضل احد الساده النواب. سي عمر يتفضل. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، بغينا نسولكم على السياسه الحكوميه في مجال تعزيز العلاقات المغربيه الافريقيه سواء على المستوى الاقتصادي او السياسي. السيده كاتبه الدوله. هي الشراكة الإفريقية هي سياسة متعددة الأبعاد ومنفتحة على مجموعة ديال المجالات بما فيها الاقتصاد، التنمية، الأمن، مع إشراك فعاليات سواء في القطاع الخاص أو في العام. أيضا هذه العلاقة مع الدول الإفريقية هي تتميز بأنها فيها ما هو قاري، فيها ما هو ثنائي، وفيها أيضا ما هو إقليمي. بالإضافة إلى ذلك، فالغاية من هذه الشراكات هي توفيق بين المشاريع الكبرى، وأخذ كسبيل المثال مشروع أنبوب الغاز الذي سربت بين المغرب ونيجيريا، بالإضافة إلى الاهتمام أيضا بالمشاريع ذات الوقع الإيجابي على السكينة بما فيها تقوية البنية التحتية، تشييد المرافق الصحية والتربوية. ولبلوغ هذه الأهداف هناك يعني توجيهات سامية في هذا المجال اللي كتهدف إلى إشراك القطاع الخاص. فنحن نشتغل في إطار لجان مشتركة فيها ممثلين على القطاع العام والقطاع الخاص. هناك أيضا آلية للتنسيق وتتبع تنفيذ هذه المشاريع، بالإضافة إلى يعني بعض القضايا المهمة اللي المغرب خدا فيها الدور الريادي. كناخذ كمثال يعني الدور الريادي صاحب الجلالة في العمل على اعتماد أو إعداد تصور إفريقي حول الهجرة، وذلك يعني انسجاما مع تحديات القارة وإيجاد الحلول التي تهدف إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية. ونقطة أخرى أيضا يجب الإشارة إليه، والعمل على تثبيت وتقوية التواجد المغربي داخل المؤسسات الإفريقية، لأن هي اللي غتخدم مصالحنا وغتخدم يعني الاستراتيجية التي نطمح إليها في إطار التنمية المستدامة للقارة. وشكرا. شكرا. تعقيب للسيد النائب فؤاد العماري بالأصالة والمعاصرة. شكرا السيدة الوزيرة. على كل حال، لابد في البداية أن ننوه ونعتز بما يقوم به جلالة الملك على مستوى تعزيز الحضور المغربي في أفريقيا برؤية استراتيجية متكاملة. هذه الرؤية الاستراتيجية المتكاملة هي اللي خصها تواكبها الحكومة، تواكبها أيضا برؤية بسياسة عمومية واضحة، سياسة عمومية اللي خصنا نبقاو نقيموها على المستوى البرلماني، سياسة عمومية على مستوى القطاعات الوزارية، على مستوى القطاعات الاقتصادية، باش نعرفوا فين تقدمنا مع افريقيا، سواء في المستوى في الاستثمار العمومي بالنسبة للفعاليات الاقتصادية اللي كتقوم بها الدولة، ولا مع القطاع الخاص. هذا التقييم يحتاج إلى تقييم سنوي، ويحتاج إلى رؤية استباقية. ما غاديش نستناو دائما جلالة الملك يمشي للدول الإفريقية عاد نسمعوا الوزراء ولا القطاعات الاقتصادية الأخرى كتتحرك. لا، خص مدام رؤية متكاملة مندمجة، خص أيضا الحكومة تكون عندها هذه الرؤية. صحيح أن هناك تقدم مهم في المجال، في العديد من المجالات، ولكن هذه المجالات خصنا نتقاسموها معكم كبرلمانيين، بل أيضا خص يتقاسمها معكم الرأي العام، لأن الرأي العام الآن يتابع باهتمام كبير ما يقع في أفريقيا على المستوى العديد من القطاعات. كذلك على المجال السياسي مسألة مهمة وأساسية. شكرا يجب سيد النائب. شكرا. الوقت سيدة كاتبة الدولة، أظن استنفدتم الوقت كذلك.